رجعنا مرة تانية مشاهدينا. طبعا النهاردة إن شاء الله هيكون معانا فقرات عديدة، وهيكون أكيد معانا كمان النهاردة إن شاء الله في الاستوديو هيشرفنا مجموعة من الضيوف المميزين كالعادة في صباحنا مصري. لكن قبل ما هنتكلم عن تفاصيل عن حلقتنا النهاردة، هنتكلم عن الأحوال الجوية. طبعا النهاردة زي ما احنا شايفين في تقلبات في الأحوال الجوية وعدم استقرار، وأعتقد إنها هتستمر النهاردة وكمان الجمعة والسبت، ولكن يمكن هيبقى في نوع من التحسن ان شاء الله خلال الفتره القادمه. لكن النهارده هيكون في عدم استقرار، وهيكون في رياح وانخفاض كمان في درجات الحراره. اوكي، معانا دلوقتي اتصال معانا دكتوره منار. صباح الخير. صباح الخير واهلا بحضرتك. اهلا بيكي يا فندم، صباح الخير. اهلا بيكي. طبعا النهارده اكيد كل المشاهدين عايزين يطمنوا على الاحوال الجويه. النهارده شايفين ان في عدم استقرار شويه بعد ما كانت الايام اللي فاتت في نوع من الدفى والاستقرار في الجو، والشمس كانت جميله جدا وخاصه في الساعات الاولى من النهار. طمنينا على الايام القادمه. بالفعل احنا كنا الايام الماضيه بنشهد ارتفاع في درجات الحراره، والطقس كان دافي خلال فتره النهار، لكن احنا بدانا من امس، من مساء امس بدانا نشهد بعض التقلبات الجويه، وده اللي هيكمل معانا اليوم. تقلبات جويه وحاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، يمكن هتبدا اليوم بانخفاض في درجات الحراره بحوالي 4 لـ6 درجات عن الامس. يعني احنا متوقع اليوم العظمى على القاهره الكبرى ما بين 19 و 20 درجه مئويه، فنرجع تاني للاجواء الشتويه يعني البارده خلال فتره النهار وشديده البروده خلال فتره الليل. ايضا اليوم مع تقدم ساعات النهار هيبقى في نشاط للرياح، سرعات الرياح هتكون ما بين 30 لـ50 كيلو متر في الساعه، هتكون محمله ببعض الاتربه والرمال المثاره على كافه مناطق الجمهوريه، ويمكن تؤدي لانخفاض الرؤيه الافقيه احيانا على بعض الطرق. ايضا اليوم في تكاثر للسحب المنخفضه والمتوسطه على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، هيصاحبها سقوط امطار هتكون متفاوته الشده وقد تكون رعديه احيانا. دايما الامطار بتختلف من منطقة للتانية، وكمان بتكون على فترات متقطعة من اليوم. طب عدم الاستقرار في الأحوال الجوية ده هيستمر يعني كمان الأسبوع اللي جاي كله، ولا بس اليومين اللي جايين فقط؟ لا إن شاء الله هنكمل معانا كمان الجمعة، إن شاء الله الجمعة هيبقى في انخفاض آخر في درجات الحرارة مع استمرار فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح اللي هيزود إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة. لكن اعتبارا إن شاء الله من يوم السبت القادم تبدأ الأجواء تتحسن، هتبدأ سرعات الرياح تعتدل، وهنبدأ تاني في ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة مع عودة الشبورة المائية مرة أخرى على الطرق الزراعية. بس أعتقد النهاردة ما فيش شبورة مائية، يعني إحنا شايفين دلوقتي الصورة معنا على ماسبيرو دلوقتي. لا، اليوم في نشاط للرياح فما كانش فيه شبورة مائية، لكن الرؤية الأفقية تنخفض بسبب الأتربة والرمال المثارة. تمام. طبعا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، شكرا جدا لحضرتك. دلوقتي مشاهدينا هنروح نستعرض مع بعض درجات الحرارة ونرجع مرة تانية.